أسوأ شيء صار معي ب 2020، هلا هي 2020 يعني بشعة على كل العالم. كانت السنة اللي يعني منقعد يعني منشكر الله على القصص اللي عنا إياها، بس السنة اللي ما فينا نحقق فيها شيء. فيمكن الكورونا وشوف العالم كيف عم تتأذى، ويعني الحمد لله ما حدا من عائلتي صار له شيء، بس انه في من اصحابي في كتير ناس تأذوا، في كتير ناس خسروا عالم بحبون. هذا كان اصعب شيء هالسنه.